عندي عكوة متقطعة طبعاً بنجيبها من عند الجزار متقطعة، خمس بصلات متوسطين مفرومين، خمس فصوص ثوم مفرومين، كيلو بطاطس متقطعة شرايح، عندنا كمان قرن فلفل حامي ده اختياري، اتنين طماطم كبيرة مبشورة أو مضروبة في الكبة، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقتين كبار من السمنة، لتر من الشوربة شوربة اللحمة، مكعب مرقة، رشة سكر، عود قرفة خشب، وعندنا كمان ثلاثة من الورق اللورة وثلاث فصوص حبهان صحيح، وعندنا معلقة صغيرة بهارات لحمة وملح وفلفل أسود. زي ما انتم شايفين المقادير كلها بهارات وحاجات بسيطة، وتعالوا بينا يلا علشان نشتغل على طول علشان وقتنا. هنشغل البوتاجاز بتاعنا ونعليه على الآخر، وحل على النار وابتدي احط فيها السمنه علشان اشوح العكاوي. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبها تسخن كويس قوي ضروري علشان لما احط العكاوي كده ابتدي اشوحها فتتشوح معايا اوام اوام. طبعا العكاوي بنجيبها ونغسلها كويس ونشيل منها ممكن تلاقي فيها شعرايه معرفش ايه، تنضفيها كويس جدا جدا علشان ما يبقاش فيها اي شوائب. تمام، هي دي اللي هناخدها، واخد معايا كمان القرفه والحبهان. فين الحبهان؟ يلا بينا. هستنى الحله بتاعتي تسخن علشان احط العكاوي وابتدي اديها تشويحه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحفة، جدا الحمد لله. الحمد لله. تعالوا بينا بقى ايه نشوحها كده، واحنا بنشوحها هديها القرفة وهديها كمان ورق اللورة والحبهان، ونقدر كمان نرش الفلفل الاسود. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبتدي نقلب. انا عايزه منها، مش عايزه تحميره ولا حاجه، انا عايزاها بس ايه تاخد لون كده التسويه وتبقى الدنيا تمام. عندي كمان البهارات بتاعه اللحمه، هدي منها رشه. حلو قوي، عشان كمان البهارات واحنا بنشوح العكاوي تبتدي هي كمان تتحمص وتدينا طعم حلو جدا. عندنا بقى شويه بصل محترمين، حوالي خمس بصلات كده، وخمس فصوص من الثوم مفرومين برضو هجهزهم معايا. ده هندي تشويحه كويسه، وكل ما النار كانت عاليه كل ما شوحناها كويس واسرع كمان، وهو ده المطلوب. عكاوي خلاص ابتدت او كلها كده اخذت اللون، الدنيا تمام. تعالوا بينا بقى نعمل ايه، نبتدي نضيف الثوم والبصل. نكمل بقى تشويح. ملاحظين ان احنا ما حطيناش الملح، حطينا بهارات بس علشان تتحمص وتطلع ريحتها الحلوه، وهنخلي الملح شويه علشان نسيب العكاوي تستوي. تعالوا نحط بقى رشه من السكر عشان تساعدنا على التسويه وتساعد البصل كمان ان هو ايه ياخد لون كده فيه كرمله شويه. عندي مكعب مرقه هضيفه كمان، وتعالوا ندي تقليبه كده. بصوا بقى هيبتدي البصل ياخد لون كده لطيف ولسعة كده، هتبقى حلوة قوي. ايه رأيكم نغطي شوية ونسيب البصل والثوم والعكاوي مع بعض شوية كده
علشان البصل يتكرمل وياخد سنه لون. ما حطيتش اي سوائل. العكاوي على النار مع البصل والثوم والبهارات وريحتها قلبت الدنيا وما شاء الله اخدت لون حلو جدا جدا. بصوا بقى معانا وهو ده المطلوب. حلوه حتى اللسعه دي تمام، والكرمله دي هتدي طعم لذيذ جدا جدا للعكاوي وللبصل كمان والصوص اللي معاها. تعالوا بينا بعد ما خلاص اخدنا اللي احنا عايزينه ولوناها والدنيا تمام، هبتدي احط بقى عندي طماطمتين مبشورين، تقدري تزودي تنقصي بس يعني دول حلوين قوي. عندي كمان معلقتين من الصلصه. وقرن فلفل حامي اختياري، عايزين نحطه نحطه، مش عايزين ممكن نستبدله بواحد رومي اللي انتوا عايزينه. تمام؟ وندي تقليبه. حلو قوي قوي. حط الشوربه كمان، حوالي كده لتر من الشوربه. والشوربه تكون مغليه. تمام؟ واسيب الكلام ده كله بقى على النار لغايه ما العكاوي تستوي معانا. مستعجله؟ يلا حل الضغط وحطيها فيها، مش تاخد معاكي نص ساعه في حله الضغط وهتبقى زي الفل. خلاص كده؟ يلا نغطي. بصوا تغلي، بما اننا حاطين الشوربه مغليه فهتبتدي تغلي بسرعه، واول ما تغلي كويس تمام التمام ههدي عليها النار واسيبها بقى على نار هاديه تستوي براحتها، وبعد كده هحط لها الملح بس مش دلوقتي. انا هنقلها على عين تانية كده عشان تبقى مع نفسها. استوت تمام، استوت، لازم تكون استوت السوا بتاعها اللي هو ايه المظبوط. هديلها الملح على قد بقى الكميه اللي عندي دي كلها، وما انساش ان انا عندي كمان بطاطس. تمام، هقلب بس. حلو قوي، فرني شغال وعلى اعلى درجه حراره. وتعالوا بينا بقى ايه ناخد البايركس اللي هندخله الفرن واحط فيه شرايح البطاطس اللي انا مقطعاها بسمك متوسط اهي، وافردها في الصينيه بتاعتي بالشكل ده واوزعها كويس. تمام، ونروح نجيب بقى العكاوي بالصوص بتاعها الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الصوص ولونه تحفه ازاي؟ وادي العكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزاكم بقى تتخيلوا الطاجن ده بعد التسويه البطاطس دي طعمها عامل ازاي والعكاوي نفسها عامله ازاي. بس زي ما قلنا لازم تكون استوت السوى الكامل بتاعها، ما ينفعش خالص احطها وهي لسه نيه. العكاوي من الحاجات اللي بتاخد شوية في السوى أكتر من اللحمة كمان. ظبطنا الدنيا. حلو قوي. محتاجة بقى أن أنا أغطي. طبعا البايركس كان كمان عايز أكبر من كده بس مش مشكلة بقى. هنغطي بورق ألومنيوم وفرني شغال على أعلى درجة حرارة علشان أدخله يغلي كويس، ونهدي عليه واسيبه في الفرن بقى قد إيه؟ نص ساعة كمان. في طب في ورق الومنيوم تاني عشان دي واخده خطه ومقطعه. خلاص تعالوا، بما ان بقى كمان العكاوي عاليه شويه فنديها طبقه من ورق الزبده الاول قبل ما نحط ورق الالومنيوم. يلا بينا. عينيا الاتنين انهي؟ ميرسي. تمام، يبقى هغطي الاول بورقه زبده عشان اغطي بيها اللحمه الاول وما يبقاش ورق الالومنيوم ملامس ليها. واغطي بورق الالومنيوم وفرننا شغال زي ما قلنا على اعلى درجه حراره. هدخل الطاجن بتاعي يا دوبك يغلي كويس واسيبه بعد كده نص ساعه، بما ان العكاوي استوت انا محتاجه بس اكمل تسويتها اخليها تدوب اكتر واخلي البطاطس كمان تستوي معانا. فيلا بينا
يبقى هتقعد في الفرن قد ايه؟ من نص ساعه لساعه الا ربع، ده بعد التسويه الكامله للعكاوي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل.